أسعد الله أوقاتكم وكل سنة وأنتم طيبين في هذا العام الجديد. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة جديدة، عايزين حلقة نحط فيها الفيجن، أو إحنا عايزين إيه السنة الجاية، أهدافنا الصحية هتبقى إيه، أهدافنا اللي عايزين نغيرها اللي فشلنا فيها السنوات اللي فاتت، واحد اتنين تلاتة في الصحة وفكر تاني، عائلة فكر تاني، بحط لكم خطة السنة الجديدة. كلام مباشر، حاجات هتتلزق عندك على المراية ولا على الحيطة ولا على الكومودينو جنب صورة الحاجة عشان ننفذها كلها في العام الجديد. حلقة جديدة نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. اهلا بيكم، هحط لكم الحاجات الكبيره واحط لكم الاهداف تحت كل عنوان. اول حاجه، لو عاوز تخس في السنه الجديده، لو عاوز جسمك او جسمك يبقى مظبوط، هقول لكم خلاصه الخلاصه النهارده. اول حاجه، لو عاوز تخس لازم حرق جسمك يزيد ولازم السعرات تبقى قليله. خلاصه الحاجتين ازاي دول؟ قلل انسولين جسمك. الانسولين بيعلى ازاي؟ انك تاكل نشويات او سكريات او فواكه. لو قللت التلاتة دول الانسولين بيقل، ولو الانسولين قل جسمك بيعمل سويتش من انه يحوش لغاية انه يحرق. لو الانسولين علي جسمك بيحول السويتش اللي هو زرار الاون والاوف من انه يحرق انه يخزن. خلي انسولينك واطي. اتنين، حسن الهضم. لو هضمك اتحسن مش هيبقى عندك انتفاخ، هتاخد المعادن والبروتينات اللازمة ان جسمك يبقى حرقه شغال. جهازك الهضمي هيحرق كويس، هو نفسه في الهضم هيحرق سعرات. احسن هضمي ازاي؟ خلي التفاح معلقة صغيرة مع الاكل على كوباية مية ثلاث مرات في الأسبوع، إنك تاخد شاي أخضر كتير، إنك تشرب ماتشا كتير، تاخد بروبيوتيك 10 أيام على الريق كل شهرين، تاخد إنزيمات هاضمة مع الأكل. ده بيحسن الهضم، بيزود حمض المعدة، بيحسن جهازك الهضمي. جهازك الهضمي لو اتحسن هتخس، الاكتئاب هيروح، مشاكلك العصبية هتروح، الاسترس هيقل، المناعة هتزيد. أقول كمان؟ مش هقول كمان. الحاجة اللي بعد كده، لو انت عاوز تخس وتلعب رياضة وتنام كويس، تمام؟ النقطة التانية، لو عاوز تخف من اي مرض، اول حاجة صلح الجينات بتاعتك. راجع حلقة الإبيجينيتك، المطبعة اللي بتطلع الأمراض والمطبعة اللي بتطلع البروتينات اللي بتصنع المرض أو تصنع الصحة، أنت بتتحكم فيها. بتتحكم فيها بالتغذية السليمة، بتتحكم فيها بالنوم الكويس، بتتحكم فيها أنت إزاي مقبل على الدنيا وإزاي مستبشر وإزاي مستني الخير وإزاي واثق في رحمة ربنا وإزاي إن الأيام اللي جاية أفضل بكتير وإزاي إنك مؤمن إن أي مرض فيه علاج وأي شيء ربنا بيختبرك بيه ده اختبار وهيعدي، مش هتفضل، مش دي نهاية حياتك. يبقى أول حاجة صلح جيناتك، هحط لك لينك حلقة الإبيجينيتك. تاني حاجة، صلح الاسترس، الضغط العصبي. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في شقة. أنا عارفين عمري ما قصدي لما أقول لك بطل استرس أقول لك ما تتعصبش أو ابعد عن الاسترس. كلنا في استرس، محدش مبسوط في الحياة، سواء غني أو فقير، سواء مشهور أو مش مشهور، سواء صغير أو كبير. إنما أنا قصدي إيه بالضغط العصبي؟ كيف التعامل مع الضغط العصبي بطريقة صحيحة. لو انت تاخد كل حاجة بالتفكير المنتظم هتتحسن كتير. لو انت كل مؤمن ان كل مشكلة ليها حل بالتفكير والترتيب والراحة هتعرف تسيطر على الاسترس. لو انت واخد فيتامين سي وبتنام كويس واكلك التغذية بتاعتك سليمة الاسترس ومنعت السكريات هتعرف تتعامل مع الاسترس كويس. لو انت بتشرب مية وبتمشي حافي على ارض عشان الشحنات تروح وبتقعد في الشمس او عندك فيتامين د محترم في جسمك، كل ده بيقلل الاسترس، بيخلي مهما تيجي المشاكل عندك. وطبعا قبلهم اولا واخيرا تفزع الى الصلاة. لو جالك مشكلة تروح تصلي وتدعي ربنا الاول. لو انت بتتعامل مع استرس كويس عمر ما جسمك هيعمل اون واوف
انك حاله الاستريس كورتيزولك يعلى وضغطك يعلى وسكرك يعلى والانسولين بتاعك يبقى مش مظبوط ويبتدي يجيلك سمنه وتصلب شرايين ويجيلك مقاومه انسولين لان الغده الدرقيه تبوظ والغده الكظريه تتعب. كل ده ليه؟ لان انت عندك استريس كورتيزولك عالي. فانت لو كورتيزولك اتعدل كل ده بيتظبط. حاجه من اهم الحاجات اللي داخلين عليها هي فكره تاني السنه الجايه. جرايه عيله جرايه السنة الجاية كيف نتعامل مع ستريس. والله حاجات كتيرة وأمراض كتيرة هتختفي من العالم لو صلحت جيناتك ولو قللت الستريس أو الضغط العصبي. الحاجة التالتة، لو أنت يا دكتور أنا عندي حياة صحيحة يا سيدي، لا عايز أخس ولا عاوز أتخن وما عنديش أمراض الحمد لله رب العالمين، أنا عايز أعيش حياة صحية، أنا سليم، عايز أحافظ على صحتي زي ما حضرتك بتقول لغاية 70-80-90 سنة، أعمل إيه؟ خلينا اول حاجه، انا بتكلم عن الجانب الصحي مش بتكلم عن الجانب النجاح في الحياه. اول حاجه هنمنع ثلاث حاجات، هنمنع السكريات والحلويات خالص، هنمنع الجلوتينات خالص، هنمنع الالبان البقري والزيوت النباتيه المكرره خالص من اي حد في اي عمر بجميع الاسباب، شلناهم خالص. تعال ناخدهم واحده واحده. السكريات اللي بداله لو انت صحيح، انا بتكلم عن الناس الصحيحه، معلقه العسل بديل ممتاز، الاستيفيا العضويه ممتازه، الفواكه ممتازه اللي هو بلحه، تينايه، عنبايه، حبه صغيره ثلاث مرات في الاسبوع، وجبه بين الاكلات، اي فاكهه في الحياه، ده سكر حلو قوي، انت صحيح. يبقى منعنا السكريات دي. التاني حاجه الجلوتينات، البديل بتاعها ايه؟ الحنطه السوداء ممتازه، الشوفان ممتاز، او الكينوا ممتازه قوي، الرز البسمتي الابيض لما يتغسل كويس وما يطلعش الماده النشا البيضاء دي، كل رز ما يهمكش، كل شوفان ما يهمكش، كل بطاطا ما يهمكش، الحاجات دي كلها نشويات محترمه وجميله وما فيهاش جلوتينات. الالبان يا دكتور شيل اللبن البقري بس، ربنا خلق 100 حيوان نجيب اللبن منه، اشمعنا البقر؟ الجاموس ممتاز، الابل رائع، المعيز قد كده، الخرفان قد كده، انما اللبن بتاع البقر قد كده، بتخلي العجل قد كده، غير الكازين واللاكتوز والكلام الكتير. بليز بلاش لبن البقر، خد اي بديل اخر. حليب اللوز من غير سكر ملوش حل، حليب جوز الهند ملوش حل. لو دي الحاجات غاليه دور على حد يجيب لك لبن معيز ولا لبن غنم ولا لبن ابل ولا لبن جاموسي، مصر مليانه لبن جاموسي، خدوا لبن جاموسي لو ما عندكش حساسيه لاكتوز. مهم قوي. الزيوت طبعا قلنا هنستخدم الزبده او زيت الزيتون من غير ما يتحط على النار، او زيت جوز الهند او زيت السمسم، ادي البدائل اللي هنغيرها السنه الجديده اللي ما قدرش. يا فكره تاني، يبقى اول حاجه تعيش صح، تاني حاجه دخل الرياضه في حياتك، تالت حاجه اشرب ميه، احنا بننسى نشرب ميه، بولك لو بقى غامق دليل ان جسمك بيصرخ انا مليان سموم. دايما البول بتاعك يبقى درجات ما بيش ابيض بس فاتح، طول ما في جسمك ميه مش هتعجز، طول ما في جسمك ميه مش هتحوش ميه في جسمك، طول ما في ميه الخلايا بتصحى، الخلايا بتنعنش، يا اخي الميه دي حياه. اشرب 3 4 لتر ميه كل يوم مهمه جدا. الحاجه اللي بعد كده مع الميه ايه تاني؟ الاكسجين، اتنفس صح. والله ثم والله ناس خفت من مرض الضغط بالتنفس بس، بقول لكم والله ما تقولوا كداب بالمره، ماذا اقول؟ لما تتنفس صح الاكسجين بيوصل المخ، الاستريس يقل. لما تتنفس صح كل خليه تاخد الاكسجين فالاستريس يقل وتطلع المخرجات بتاعتها وتاخد الطاقه بتاعتها تزيد، بس من مجرد النفس العميق الصبح وبالليل. راجع حلقه الايبيجينات، الناس اللي بيعملوا مديتيشن، اللي بيعملوا تنفس صحيح وبيعملوا يوجا صلحوا امراض القلب، ومعهد القلب اللي عامل الدراسات دي، يعني راجعوا الحلقه مش عايز اعيدها. تمام، التنفس اتعلم تستخدم كل رئه، تكسبك من الابيكال ده اللي هو الجزء اللي فوق ده، ابيكال بريثنج، حبه بتاخد حبه قد كده من املى يا ريس، هو ده بلاش. تمام، املى صدرك هواء 10 مرات الصبح اول ما تفتح الشباك كده، احمد ربنا كده على النعمه واحبسه شويه وطلع بالراحه 10 مرات الصبح، 10 مرات بعد الظهر، 10 مرات بالليل، خد اكسجين ببلاش، حياتك بتتغير. النوم، هرموناتك بتتظبط في النوم، عظمك بيتجدد في النوم. الناس اللي بتقول لي بشرتك يا دكتور حلوه ما شاء الله ما شاء الله، النوم هتتجدد امتى لو ما نمتش من الساعه 10 للساعه 5 الفجر؟ هتتجدد امتى؟ هرموناتك هتتصلح ازاي؟ جسمك هيصلح البلاوي اللي كلناها ازاي؟ هيصلح خلايا المخ اللي جت في فضلات ازاي؟
بيصلحوش الا بالليل، هرموناتك ما بتصلحش الا بالليل، ما بتخسش الا بالليل. انت فاكر انك بتخس في الجيم؟ لا، ده بيحرق كالوريز، انما الجسم بينظف نفسه من الدهون وبتتحرق فعلا وانت نايم بالليل. عضلاتك بتكبر في امتى؟ وانت في الجيم؟ والله العظيم ولا عضله بتزيد سنتي في انت في الجيم. لما تنام يبتدي البناء، كل بيقفل الطاقه اللي راحه للجهاز الهضمي وجهاز العين والمخ والكلام ده، ويشتغل في العضلات وتنظيف نفسه بنفسه. زي كده المدن الكبيره دي الناس بتوع القمامه بيشتغلوا فين؟ لما الناس تنام يبتدوا ينظفوا، لغايه الفجر تصحى تلاقي البلد جميله. ربنا عامل النظام ده في حياتك. فانت ما بتنامش من 10 ل 4، ماذا اقول؟ النقطه اللي بعد كده، حافظ على اكلك عامه، بص على مصادر الاكل. الاورجانيك غالي، راجع الحاجات ازاي تنظفها من المبيدات الحشريه. ما تدخلش بقك ولا بق عيالك حاجه انت مش عارفها هي ايه. طول ما تقدر تقول حاجه من صنع ربنا ولا صنع البشر، تاكل من صنع ربنا، جميل. اي حاجه جايه من الارض اكيد احسن من اي كيس في بطاطس. اي حاجه جايه من الارض حتى لو فاكهه اكيد احسن من اللحمه، شكل البسطرمه ولا شكل اللانشون ولا شكل السجق ولا شكل الهامبرجر ولا الاندومي ولا شكل الحاجات اللي متصنعه من بشر ولا مكرونه. فاي حاجه ربنا عاملها من الارض من الحيوان، حاول تلجأ للحاجات الحيه، الحاجات اللي ربنا خلقها، مش الحاجات اللي داخله من مصنع. اسهل طريقه، اسأل نفسك الحاجات دي كانت موجودة من 100-150 سنة؟ لو مش موجودة ما تجيبهاش لعيالك ولا تأكلها لعيالك. الحاجة اللي بعد كده، عشان أنا سليم وعايز أحافظ على حياتي، عيش لحاجة بتحبها. الدراسة اللي اتعملت في هارفارد على 75 سنة، لقوا أكثر الناس زيادة في الصحة وأكثر الناس سعادة اللي بيعملوا الحاجات اللي بيحبوها، اللي متجوز واحد بيحبه، اللي عايش في شغلانة بتحبها. احنا في مصر بنقول دي عيشة تقصر العمر، هسيبك وامشي. والله بيقولوا كده فعلا، هي مش بتقصر العمر، هي بتاكل من العمر. علاقات المسمومة اللي حواليك يا ابني انت بتعيش حياة واحدة، ما تضيعهاش في علاقة بايظة، ما تضيعهاش في أكلة تبوظك، ما تقعدش مع صاحب سيء، ما تسممش الدنيا اللي حواليك. انت لو الدنيا اللي حواليك في الشغل ما بتحبه، الله العظيم ناس في شغل ما بيحبوهاش ومتجوزين جواز الصالونات وما عرفوش يحبوا بعدها، ومستواهم المادي مش قد كده، ويقولوا احنا بيجي لنا اكتئاب ليه؟ طب وانت بتعمل ايه بتحبه؟ بتعمل ايه بتحبه؟ طبعا الناس اللي فاتت بقى 60 70 سنه ما تقعدش تعيط، راح اللي راح. لا يعني اكيد في صرف، هنتصرف ان شاء الله. اتكلم عن الناس الجديده، اختياراتك دي اختار دايما اللي يخليك تحس بسعاده. اقعد مع البني ادم اللي يخليك سعيد، صديق او صاحب او زوجه او او او. اقعد في الشغلانه اللي تحس بيها نفسك. طب انا دلوقتي بحته بالمره كده يا دكتور مش قادر، الشغله مش عجباني، ماشي ما تسيبهاش، بس في خلال 5 سنين غيرها. مستواي المادي مش كويس، ماشي في خلال 5 سنين حط خطه، خد خطوات. ده قصدي، مش تسيب شغلانتك دلوقتي وتقعد تشحت. خطط خطط. انا بقول لكم العام الجديد، خطه العام الجديد. انا لو يعني سالتوني انا عندي خطه العام وخطة الخمس أعوام وخطة العشر أعوام لو ربنا اداني عمر، كله مكتوب ومدروس. ده اللي مفروض، إن ما عندكش يعني ما عندكش حلم تروح له، يعني هتعيش ليه؟ مش عايز أبقى تنمية بشرية، خلينا نرجع لفكرة تاني. عشان صحتك عامل مهم جدا إنك تقعد في مكان بتحبه مع شخص بتحبه وتعمل حاجة بتحبها. حلقة بداية العام الجديد، يا رب تبقى عام سعيد عليك، وكل الناس تحقق أهدافها، وكل الناس تقرب من أحلامها. لو أنت في مرحلة الزرع استني حصادك جاي جاي، لو أنت في مرحلة الحصاد احمد ربنا ودور على حلم أكبر تحصده السنة الجاية. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وليه أنيب. تابعوا قناة نيو ثوتس وانشروها اللي هي باللغة الإنجليزية، وقناة غذائك دوائك. السلام عليكم، باي.